السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله سأحاول أن أشرح لكم طريقة إثبات هويتكم في القناة. فكما تشاهدون هنا، بعد الدخول إلى متصفح جوجل كروم أو يعني جوجل بصفة عامة، كما تشاهدون هذه هي الرسالة، لا يمكن تخطيها أو تجاهلها لتصفح القناة بشكل عادي. فكما تشاهدون هذه هي الرسالة، سأحاول متابعة أو يعني الضغط على متابعة لكي يعني أتبع الخطوات التي يجب اتخاذها من أجل إثبات الهوية. فكما تشاهدون، بعد الضغط على متابعة على هذا الشكل، هنا يتم تحميل الصفحة ويتم تحميل الصفحة الموالية. فكما تشاهدون هنا، سيطلبون منا كتابة الرقم السري. بعد كتابة الرقم السري، هذه هي الخطوات التي يجب اتخاذها. أولا هنا يعني الحصول على يعني الهاتف الذي تستعمل. ثانيا افتح تطبيق إعدادات جوجل. ثالثا اختيار الحساب في حال لم يتم اختياره بعد. رابعا النقر على إدارة حسابك على جوجل. خامسا اختار علامة تبويب الأمان. يعني سادسا ضمن تسجيل الدخول إلى جوجل، انقر على رمز الأمان، اختيار حساب لاستلام رمزك. فكما تشاهدون، هذه الخطوات التي يجب اتخاذها. هناك ما تشاهدون، سوف نحاول تطبيق ما طلبوا منا لكي يعني نثبت هويتنا في قناتنا. كما تشاهدون هنا، يعني ضغطت على بارامتر جوجل أو إعدادات جوجل. فطبعا انا اشتغل في هاتف قديم جدا، لكن يعني الطريقة شغالة في جميع الهواتف. كما تشاهدون هنا، بعد يعني النقر على تطبيق بارامتر جوجل واعدادات جوجل، هذا هو الحساب الخاص بالقناة كما تشاهدون معي. طبعا انتم ستطبقون ما اطبقه، ويعني سوف تشتغلون كما اشتغل. كما تشاهدون هنا، طلبوا منا ان نذهب الى الامان، اي سيكوريتي بالفرنسية على هذا الشكل. ونبحث هنا على كود دو سيكوريتي، اي رمز الامان. كما تشاهدون هنا، سوف احاول النزول للبحث على رمز الامان على هذا الشكل. وكما تشاهدون هنا، كود دو سيكوريتي سأحاول ان نقرأ عليه لاستلام الكود. هنا طبعا الكود الخاص بالهاتف. بعد كتابة الكود الخاص بالهاتف، هذا هو الكود الذي يطلبون منا لتأكيد هويتنا أو لتأكيد هوية القناة. كما تشاهدون، يعني استغربت من هذا الكود لأنه يتكون من 10 أرقام بالضبط. فكما تشاهدون، سأحاول كتابة هذا الكود في ورقة، في ورقة معينة، وسأحاول نقله يعني أو يعني كتابته فيما بعد في مكانه المخصص. كما تشاهدون هنا أيضا بعض الإرشادات أو بعض المعلومات تحت أو أسفل هذا هذا الكود. هنا طبعا كودين، يعني طبقت أو يعني سأستخدم الكود الأول فقط كما تشاهدون معي. هنا رجعنا أو عدنا إلى المكان المخصص بالكود. سأحاول كتابة الكود على هذا الشكل كما تشاهدون. بعد ذلك سأضغط على التالي على هذا الشكل لكي يعني أرى إن كان الكود يشتغل معنا. فكما تشاهدون، الصفحة على هذا الشكل كأننا لا نتوفر على الانترنت، إنما فقط يعني كذا يعني يعملنا يعني جوجل. كما تشاهدون هنا، تتم المعالجة، يرجى الانتظار. فطبعا يعني لن ننتظر حتى يعني يتم المعالجة، فقط يعني سنعود إلى القناة وسنرى إن يعني تم إثبات الهوية. كما تشاهدون، الكتابة الزرقاء أصبحت يعني سوداء على هذا الشكل، يعني أننا ثبتنا هويتنا بشكل طبيعي جدا. والآن يمكننا تصفح قناتنا بشكل يعني طبيعي، يعني بشكل طبيعي، لأننا قد قمنا بإثبات الهوية. فطبعا هذه هي الطريقة التي استعملت أو الطريقة التي طبقت من أجل إثبات الهوية، وأتمنى أن تستفيدوا من الطريقة. وإلى اللقاء، نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.